اليوم طبعا يعتبر يوم راحة بعد قرار مجلس لجنة الحوار مجلس النواب تعليق مشاركتها إلى حين الحصول على أجوبة مكتوبة عن القضايا الخلافية المطروحة. اجتمعنا كلجنة مجلس النواب وأعدنا صياغنا التوافقية المتوقعة التي ستطرح وتناقش بعد عودتنا إلى الحوار، وننتظر في اتصال دكتور غسان سلامة ليعلن لنا استلامه الأجوبة المكتوبة عن التساؤلات المطلوبة. هل سيكون اليوم يعني الرد على هذه الأجوبة؟ وهذا يتوقف على ماذا قامت به لجنة الحوار مجلس الدولة، وهل أعدت الأجوبة كما طلبنا، وهل قدمتها وسلمتها للسيد المبعوث. إذا لم يتم الرد على هذه التساؤلات يعني وهناك رد شبه، هل ستستأنف الاجتماعات؟ نعم، لا أتوقع أنه سيكون رد، وهذا ما فهمناه من الأجواء العامة يعني، وأعتقد أن ستستأنف الحوارات قريبا. شكرا جزيلا. شكرا.